안녕하세요 여러분. 저는 설마입니다. 살아마이콤. 마콤 설마 이기 أستاذة اللغة الإنجليزية. وهذا العام جاتني فرصة باش نولي SNS supporter مع السفارة ديال كوريا في المغرب. Alors, تعرفت على الثقافة الكورية ملي كنت étudiante في الليسي، وهذه كانت أحسن حاجة درت حيت من صغري وأنا إنسانة شغوفة بالتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية. حبي وإلمامي بهذه اللغة خلاني نفتح على هذه البلاد باش نتعرف أكثر عليها وعلى ناسها وحتى طبيعة العيش ديالهم. بصفتي وحدة من بين أصدقاء كوريا قررت نخصص الوقت اللي غادي نتعلم فيه اللغة الكورية. هذا الشغف اللي عندي خلاني أستاذة اللي قريبة من التلاميذ ديالها، سورتو كو أغلبيتهم متشبعين بالثقافة واللغة الكورية. عامين قبل جاتني الفرصة نقري اللغة الكورية وكانت اكسبيريانس اللي زوينة بزاف، عاونتنا باش نتقربوا اكثر من هاد البلاد ويزيد الشغف ديالنا ليها. هاد العام انا متحمسة بزاف باش نبارطاجي معكم حوايج جداد اللي غادي يعجبوكم. Stay tuned.